تعالوا بقى نقابل الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، وهيكلمنا عن هدفه الرئيسي وهو إرشاد المزارعين لنظم الزراعة الحيوية من خلال تحقيق إنتاجية متميزة. وبالمناسبة خلال اللقاء هبت رياح قوية جدا على القمح، وكان شيء مذهل إن القمح نجح في مقاومتها وما تعرضش للرقاد والسنابل ما فرطتش. دكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أنت دكتور عندك هدف وبتحاول تحققه إن مصر كلها تزرع زراعة حيوية وناكل أكل آمن بنسبة 100%. النهاردة في المنوفية في قلب الدلتا مزارعين زرعين زراعات استراتيجية بالنوفا بلس اللي هو المركب الحيوي ده، نجاح كبير جدا. الجمعيات الزراعة النهاردة بقرار من وزارة الزراعة فيها النهاردة النوفا بلس، صح ولا لا؟ الحمد لله إنجاز كتير من الدولة وحركة إيجابية إن تتبنى الشغل طالع من الجامعات. أنا هدفي أزغاني وأنا بكلمك النهاردة مبسوط إن إحنا خد بالك إحنا في المنوفية الفلاح عندنا من أمهر الفلاحين، أغلب مزارعي المنوفية يتحكى بيهم على مستوى التاريخ. التانية دي أقصى بقعة أرض على مستوى الجمهورية من محافظة المنوفية. الهدف اللي عندنا عند الفلاح المنوفي يطلع أكبر عائد من أقل وحدة مساحة، يعني إحنا عكس كفر الشيخ البحيرة الشرقية دي محافظات مجاورة ومساحات فيها كبيرة جدا. التحدي عندنا اللي عملناه مع محمد وعلام هنا، نزل لهم مهندس من عندنا مهندس عمر هواري عضو مكتب الفني قعد معاهم او الشيخ عمر، وده مش محترم جدا. فبدينا معاهم من حوالي 5-6 شهور النهارده. القمح ده عمره النهارده 150 يوم، يعني راوند 5 شهور. هم الناس مش متخيله ازاي ممكن اشيل الكيماوي وانزل بالحيوي، ولما اعمل ده تدي نفس النتيجه واعلى ولا لا. واللي يهم الفلاح بجانب النتيجه بجانب انتاجيه التكاليف او الكوست قد ايه، لو نفس التكاليف مش هيقرب منها. ودي المعادله الصعبه اللي احنا عاملينها في رويال جين تكنولوجي وبايو بيراميدز، ان احنا مخلين الاسمده الحيويه ككوست الفلاح 50% من اللي بيعمله وبتحقق له نفس الانتاجيه وزياده كمان، فمعادله صعبه شويه. ايه اللي عملناه هنا مع محمد وعلام؟ الارض متقسمه نصين، نص محاصيل استراتيجيه القمح اللي حضرتك شايفه ده ما فيهوش ظاهره رقاد، عايزين نوصل لانتاجيه تعدي 23-24 ارداب. ايه النقطه اللي عملنا معهم هنا؟ وبشكر محمد وعلام في التبني الفكر ده في ايه، ان قسمنا الزراعات 3 انواع من الزراعات. القمح، قمح ده محصول استراتيجي، تمام. برسيم ومسقاوي وبرسيم حجازي ثروه حيوانيه، تمام. ومساحه ماكرو بتلت الارض، بصل في كرنب في خس كابوتشي في ارمبيت في بتنجان في طماطم وفلوس في جيبه، يبحث يوفر له اكله واحتياجات، محتاجش يروح السوق ولا كده. صحيح. هما كاتنين مزارعين، الاثنين اما تبنوا الفكر ده انت شايف الرياح قويه ازاي، ومع ذلك القمح بيقاوم. خلي بالك، لا انت واخد بالك، يعني اي حقل تاني هتلاقي القمح ده نام، كان زمانه رقد. انت شايف المنظر، ياخد الرياح ويرجع تاني. ما شاء الله. كم يا دكتور؟ نرجع للنقطة، وكان النهارده بيتكلموا ان في رياح شديدة جدا. خلينا ثواني صمت بس نحترم الرياح دي عشان الناس تسمعنا. يا عاصفة بجد، شكلنا هنتحرك من هنا، شكلنا لازم نتحرك، الجو قلب علينا جامد جدا. عدت العالم كله بيتكلم وزغانم، السويسريين الالمان وبالك دول اكبر دول فيها مساحات زراعه حيويه. القمح ده ايه الماده اللي تخليه يعملوا ليجنيفيكيشن، يعني الجنين جامد جدا، الساق تبقى قويه جدا. انت شفت وانت جاي في اول ارض القمح كله رايد قبل الموجه دي كمان. صحيح. دي التحديات التغيرات المناخيه اللي بنتكلم عليها اللي تهدد زراعات الاستراتيجيه في مصر. الزراعه الحيويه وزغانم اشوف ان امن طريق للزراعه في مصر ناخد محصول اقتصادي. اللي احنا عاملينه ده مثلا عامل قدام حضرتك، القمح بيروح ويجي معاه مع التيار الريحي، مش عمره تلاقي فيه رقاد موجود فيها. خد بالك مشاكل برضه الرقاد، ان الحبوب تفرط، القمح يفرط في الارض، ده مش كده. ايه اللي بنعمله معاهم بقى؟ انه بادي في الصيف اللي جايه الارض حضرتك مزروعه قمح دي لازم تتحول لفول صويا نجيلي ولوبيا علف بعدها بقولي، تمام. مهمه جدا يا صغير، انا بشرح ده والله ده كانت علم للناس. ايه بقى فول صويا؟ لازم يزرع القمح ده وراه فول صويا ولوبيا علف. ولوبيا علف مع بعض؟ لا ده مساحه سواء عنده ثروه حيوانيه، ده مساحه وده مساحه، هيعمل مساحه لوحده ولوبيا علف لوحده، وهنزرع مساحه دوره صفر على فول صويا سلاش. نرجع في البرسيم المسقاوي اللي هو اللي موجود دوره صفرة بس، اللي هو البرسيم اللي هيتشيل ده شبه يعني متاخر شويه الدوره، هنزرعه في نص مايه قدامنا من النهارده 45 يوم كمان. دوره صفرة بالطريقه بتاعتنا بقى
اللي هي طريقه مصاطب والعود. حضرتك هتيجي تصور بمشيد لاف شهر 8، العود فيه مش اقل من 3 كيزان، ده يضعف انتاجيه الذره الصفراء في مصر. ممكن اسالك سؤال؟ هو احنا ليه ما بنزرعش اصناف الذره بتاعت الزيت؟ ده سؤال حلو جدا. وحضرتك لما كلمتني على الزيت في ماليزيا قلت لك انا نفسي وزاره الزراعه يبقى فيها بريدنج بروجرام لاصناف من الذره للزيت. برامج تربيه ما عندناش برامج تربيه في مصر، لسه ما عندناش ولا صنف انتاج ذره للزيت. اشوف ان وزاره الزراعه بتبذل مجهود كبير جدا لانتاج الاصناف هنا، انا عايز احط الزيت في قمه الاولويات، لان لغايه النهارده ما عنديش ولا صنف منتج للزيت. طب ايه الحل؟ هل ممكن نلاقي الاصناف دي ولا لسه هنبدا؟ لسه هنبدا من دلوقتي، احنا ملائم لاصناف ذره الزيت لان احنا بنزرع 4 مليون فدان ذره. طب تاخرنا ليه؟ مشيتوا العلماء تاخرنا ليه؟ ما كانش في زمان اهميه لمربي النبات. انا برضو من خلال برنامجك لازم اشكر وزير الزراعه، تبنى اصناف بتور سعيد سليمان بتاع الرز بتاع الجفاف وعرابي. فبشوف ان تعاون الجامعات، وده لازم اقولها ولازم حضرتك تزعها على الانسان، لازم اشكر وزير الزراعه في مكالمه هاتفيه امبارح، هو متبني فكر الجامعه مع وزاره الزراعه، وهو اللي دعاني كمان. انا بقول له يا معالي وزير احنا عندنا انتاجات جامده جدا في الذره. حاجه دي حقيقه فعلا، هو بيتحرك على نفسه دعاني، قال لي تعالى اقعد مع الناس بتوع الذره قول لنا ايه الذره رباعي الكربون طالما هيضاعف الانتاجيه في مصر. اي ارداب بذره زياده او اسغانم في مصر، ذره او قمح او فول صويا، اشوف ان وزاره الزراعه متبنيه الفكر ده، ويشكر فيها رئيس الوزراء انه عملها زراعه تعاقديه. القمح بقى النهارده زراعه تعاقديه، فول صويا زراعه تعاقديه، الذره الصفراء زراعه تعاقديه. المزارع نفسه هو يزود انتاجيه. يعني حضرتك بتتكلم النهارده على القمح، انا اشوف ان الفلاح لو بياخد سعر عادل في القمح يرجع 4-5 ارداب تكاليف ويكسب هو 20 ارداب. هو متبني فكر الجامعه مع وزاره الزراعه، وهو اللي دعاني كمان. انا بقول له يا معالي وزير احنا عندنا انتاجات جامده جدا في الذره. حاجه دي حقيقه فعلا، هو بيتحرك. هو من نفسه دعاني، قال لي تعالى اقعد مع الناس بتوع الذره قول لنا ايه الذره رباعي الكربون طالما هيضاعف الانتاجيه في مصر. اي ارداب بذره زياده او اسغانم في مصر، ذره او قمح او فول صويا، اشوف ان وزاره الزراعه متبنيه الفكر ده.